صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 91 لسنه 2019 بتعيين سفير فوق العاده مفوض لمملكه البحرين لدى جمهوريه مصر العربيه وجاء في الماده الاولى من المرسوم انه يعين السيد هشام محمد الجودر السفير في الديوان العام لوزاره الخارجيه رئيسا للبعثه الدبلوماسيه البحرينيه لدى جمهوريه مصر العربيه بلقب سفير فوق العادة مفوض